اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما شفنا مع حضراتكم قبل الفاصل فريق 2001 وفريق 2003 وشفنا اهداف ولقاءات ما بعد المباراه، ايضا نروح لفريق مهم جدا، فريق عندنا مميز في النادي الاهلي، فريق يضم عناصر جيده جدا ومبشره لمستقبل النادي الاهلي، فريق 2006 اللي كان بيواجه سموحه، كانت مباراه قويه على ملاعب الناشئين في مدينه نصر. في هذه المباراه ظهرت روح الفانيلا الحمراء، الروح والاصرار والعزيمه اللي ظهرت في الوقت الضايع في الدقيقه 94 من عمر اللقاء. كان النادي الاهلي متعادل مع السموحه 1-1، واللاعب عبد الرحمن عماد النحاس، نجل الكابتن عماد النحاس، احرز هدف الفوز او هدف فوز النادي الاهلي في الثواني الاخيره. سجل النادي الاهلي في الدقيقه 41 اللاعب عمار وليد حافظ، وهو ايضا من اللاعبين المميزين جدا، سجل الهدف الثاني عبد الرحمن النحاس. نروح نشوف مع بعض اهداف لقاء الاهلي وسموحه.